السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا نشرة رئيسية من الفضائيات الجادية. أهلا وسهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صباح اليوم وفد رفيع المستوى لتحالف غافي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلاد والتحالف في عدد من المجالات. رشاد طه. غافي مؤسسة التحالف الدولي للقاح والتلقيح، وهي شراكة بين القطاعين الخاص والعام ترمي إلى توفير اللقاح في الدول النامية. ومن مبدأ التصدي للأوبئة وخصوصا شلل الأطفال، جاءت المديرة التنفيذية النائبة للتحالف أونورادا غوبتا لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على رأس وفد رفيع. اللقاء الذي حضره وزير الصحة العامة سمح لغوبتا شرح استراتيجيتهم في التصدي لمرض شلل الأطفال وغيره من الأوبئة التي تصبح عائقا لمستقبل الأطفال، والرامية إلى مساعدة الدول لتقوية برامجها للحد من نسبة وفاة الأطفال. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أكد بأن الحكومة التشادية وضعت استراتيجيات عديدة في مجال محاربة الأوبئة والتصدي لوباء شلل الأطفال. وقالت المديرة التنفيذية النائبة لتحالف غافي أونورادا غوبتا إن الهدف الأساسي لزيارة تشاد هو النظر في كيفية مساعدتنا ووقوفنا مع البلاد لحماية الأطفال وتطعيمهم. ويهدف تحالف غافي إلى إنقاذ حياة الأطفال وحماية الناس جميعا، ويعمل للجمع بين الدول النامية والمانحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والبنك الدولي ومصانع اللقاح في الدول المتقدمة والنامية ووكالات البحث والوكالات الفنية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الأخرى. كما استقبلت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو صباح اليوم المديرة التنفيذية النائبة لتحالف غافي. المقابلة طرحت العديد من المواضيع المتعلقة بالصحة العامة في تشاد وسبل تعزيز التعاون بين في المجال الصحي. عثمان عبد الغني. دعما ووقوفا مع أعمالها وبرامجها الخيرية والإنسانية المستمرة في الصحة وجهودها المبذولة من أجل صحة جميع المواطنين لا سيما الأم والطفل وخاصة مرض شلل الأطفال، التقت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بوفد من تحالف غافي بقيادة السيدة أونورادا غوبتا المديرة التنفيذية النائبة لتحالف غافي. المناسبة كانت بحضور ممثل منظمة اليونيسيف في تشاد ووزير الصحة العامة وبحضور ممثلة منظمة الأوبداس في تشاد وعدد من مساعدي السيدة أونورادا. هذه المناسبة سمح للمديرة التنفيذية النائبة لتحالف غافي الذي يعمل في مجال محاربة شلل الأطفال بأن تشرح لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو الأعمال والبرامج المستقبلية للتحالف غافي في تشاد، مؤكدة بأن التحالف سيقف مع الحكومة التشادية في مختلف المجالات المتعلقة بالصحة خاصة محاربة الشلل وذلك عبر تطعيم الأطفال. وعقب خروجها من المقابلة صرحت السيدة أونورادا بأنها مسرورة باللقاء الذي جمعها مع سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو التي تعمل دائما في مجال الصحة وتحارب الأمراض المستعصية مثل شلل الأطفال وجميع الأمراض الفتاكة، وتقف مع المرضى وتساعد المستشفيات بالمعدات اللازمة من أجل صحة المواطنين التشادين. لذا قالت جميع المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الصحة ستقدر هذه الجهود، مما جعلنا نحن في تحالف غافي بأن نطلب من سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بأن تكون بطلة التطعيم في تشاد، وأكد لنا بأن كل طفل لابد أن يخضع للتطعيم من أجل تشاد خالية من شلل الأطفال في المستقبل القريب. شهدت وزارة الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي حفل تسليم وتسلم المهام بين الوزير السابق أحمد الدردير والوزير الجديد علي أنبدو بحضور الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور. ياسر أحمد. بمرسوم رئاسي رقم 1370 الصادر بتاريخ 19 من الشهر الجاري، تم تعيين ألمبودو بودومي وزيرا للوظيفة العامة العمل والحوار الاجتماعي خلفا للسيد أحمد الدردير ديف الله. الوزير السابق أحمد الدردير ديف الله خلال كلمته شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه واختياره ضمن التشكيلة الأولى للجمهورية الرابعة، معددا جميع الأعمال التي قام بها خلال هذه الفترة.
من جانبه الوزير الجديد ألين بودو بودومي هو الآخر شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها إياه طالبا من جميع عمال الوزارة احترام ساعات العمل، كما شدد على حاملي الشهادات المزورة بأنه ليس لديهم مكانا في الوظيفة العامة. وبعد ذلك تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بين الوزيرين بحضور الوزير الأمين العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور التي سلمت الوزير الجديد دستور الجمهورية الرابعة. استلم بعد ظهر اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو استلم التقرير الأول الذي أعدته لجنة الآلية الأفريقية للتقييم ما بين النظراء، والذي أعدته بعد عمل طويل قامت به داخل الأراضي التشادية حول الحكم الرشيد والسياسة وإدارة المؤسسات. وبعد تسلمه لهذا التقرير قدم رئيس الجمهورية الشكر للفريق الذي عمل بتخريج هذه النتائج، والمرحلة القادمة ستشهد مزيد من المعلومات. كما شكر أعضاء اللجنة حكومة تشاد على تعاونهم معهم بمناسبة المناسبة كانت بإحدى فنادق العاصمة أنجمينة. حفل تسليم وتسلم بين وزير التعليم العالي البحث والابتكار السابق زكريا فضل الكتر والوزير الجديد دكتور دافيد أودينغار وسط حضور الأمين العام للحكومة ومسؤولي وعمال وزارة التعليم العالي محمود موسى الفيل. شهدت البلاد في 18 من الشهر الجاري تعديلا وزاريا طفيفا في حكومة الجمهورية الرابعة، وعليه جاء حفل تسليم وتسلم بين الوزير السابق للتعليم العالي البروفيسور زكريا فضل كتير والوزير الجديد الدكتور دافيد أودينغار. أخذ ناصية الحديث الوزير السابق البروفيسور زكريا فضل كتير، قال إنه قضى على رأس الوزارة 45 يوما وأشار إلى الأعمال التي قام بها في هذه الفترة، وحث العاملين بالوزارة بالتعاون مع الوزير الجديد لمواصلة العمل وتكملة ما تبقى من المشاريع. أما الوزير الجديد بدأ كلمته بالشكر لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي أولاها إياه، داعيا العاملين للعمل معا في القضايا التي تهم التعليم العالي وحلها بالحوار البناء. ومن ثم تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بين الوزيرين، وذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية السيدة مريم محمد نور. كما جرى حفل تسليم وتسلم المهام بوزارة المرأة وحماية الطفولة التضامن الوطني بين الوزيرة السابقة جميلة بشر الكاتب والوزيرة الجديدة عرجون جلال عائشة أحمد دوكي. بعد مضي 40 يوما على رأس الوزارة جاء حفل التسليم والتسلم بوزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني بين الوزيرة السابقة جميلة بشر الكاتب والوزيرة الجديدة عرجون جلال خليل، وذلك بحضور جمع لفيف من العمال والإداريين. في بداية المناسبة تحدثت الوزيرة السابقة جميلة بشر الكاتب مستطردة الإنجازات التي قامت بها خلال تواجدها في فترة وجيزة التي قادتها على رأس الوزارة. أما الوزيرة الجديدة عرجون جلال خليل حيث قدمت الشكر للوزيرة السابقة على جهدها المتواصل لتحقيق هذا الإنجاز رغم قصر الوقت، كما قدمت شكرها لصاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو على الثقة التي أولاها إياها، وأنها ستعمل كل ما بوسعها لتحقيق ما تبقى من البرامج العملية للوزارة. وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة والجديدة بإشراف من الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور. ترأس رئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين ترأس أعمال الجلسة التحضيرية لرجال الأعمال التشاديين. تهدف هذه الجلسة إلى دراسة عدد من المشاريع الاقتصادية. بحر الدين عبد الشافي. أنهى المشاركون أعمالهم التي استمرت أكثر من 7 أيام لدراسة إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث اجتمع رجال الأعمال المستثمرين الاقتصاديين مع المهندسين والفنيين الماليين لمعرفة ودراسة طرق لدراسة إنعاش المشاريع التنموية والتحكم في مواردها الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات المطروحة في جدول المشروع والمتعلقة بالقطاع الخاص كالشركات التجارية والصناعية وطرق مواردها الاستثمارية. وقد أوضح منسق البرنامج الأسبوعي لهذا المشروع بادمراك رجي الأهداف الرئيسية التي تكون سارية المفعول، كما أوضح رئيس الغرفة التجارية الهدف من هذا اللقاء.
إذا كان الحمية أنت الحاجة الأنينة حسن يدوروا من دسو البرنامج حق ده يعني الحاجة ده بيدوروا بتنقلوا بخدموها شوية وبجوا بكلام ضابط وبحاجات اللي بيساعدوا السكتور بريفي اللي بمرق من مشاكل الحسة وقاعد فوقها. تبقى الإشارة بأن المشاركون في الجلسة التحضيرية أجلوا هذا المشروع إلى 15 من شهر سبتمبر القادم لعام 2018. قدم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي بمكتبه مؤتمرا صحفيا أمام وسائل الإعلام العامة والخاصة حول استعادة قوات التحالف العربي والإسلامي لبعض من المدن اليمنية. محمد طاهر صالح طاهر. عقب تحرير مدينة الحديدة اليمنية ومينائها البحري من قبل قوات التحالف العربي والإسلامي، جاء انعقاد المؤتمر الصحفي للسفير الإماراتي بتشاد سعادة محمد علي الشامسي حول ثلاثة نقاط أساسية، وهي الدور العسكري الذي يقوم به التحالف في تحرير الحديدة ومينائها، وشرعية التحالف في اليمن، وكذلك الدور الإنساني والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب اليمني وسكان مدينة الحديدة. قام التحالف العربي بتسيير سبع رحلات جوية تحمل إمدادات غذائية ودوائية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإرسال 10 سفن محملة ب 35 طن من الغذاء والمساعدات الطبية إلى اليمن من دولة الإمارات، كما أرسلت 100 قافلة محملة بمساعدات إغاثية من الأسواق اليمنية في الحديدة، وإنشاء مركز لتنسيق المساعدات الإنسانية في مدينة المخا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الأمم المتحدة. وقد تداخل العديد من وسائل الإعلام العامة والخاصة حول تحرير عملية الحديدة والميناء والوضع الإنساني وذرء الألغام، فرد السفير الإماراتي لدى البلاد محمد علي الشامسي بأن كل التدابير اتخذت من أجل سلامة المواطنين اليمنيين وفسح المجال للإمدادات الغذائية والطبية وفتح طريق الميناء لعبور السفن وسلامة الملاحة الجوية والبحرية لينعم أبناء الشعب اليمني بالسلامة والأمان. هذا ولقد وصلنا بيان من وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي إن وزارة الخارجية التشادية تتابع تدخل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الشرعية باليمن من أجل تحرير منطقة الحديدة ومينائها، وجهود مبعوث الأمم المتحدة الذي يسعى من أجل التوقيع على اتفاقية وتسهيل عملية نقل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتقديم الخدمات الطبية للضحايا، وزارة الخارجية التشادية وإيمانا منها لإيجاد حلول سليمة للصراع باليمن تؤكد تأييدها للجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل الفرقاء وتناشد الفرقاء باليمن بالحوار، كما تدعو الوزارة احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل عملية نقل المساعدات الإنسانية. الوزارة تناشد المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة الشرعية وجلب الأمن باليمن طبقا لتوصيات مجلس الأمن. وقع على هذا البيان المتحدث باسم الخارجية التشادية أحمد ميكائيلا. قدم مساء أمس أعضاء التجمع النقابي للحوار الاجتماعي قدموا حديثا صحفيا دعوا من خلاله النقابات العمالية والحكومة للحوار سويا من أجل إيجاد حلول عاجلة لمسألة الإضراب. جزء من هذا البيان. البلاتفورم سنديكال المجموعة النقابية للحوار الاجتماعي أهم ثلاث أشياء. أولا الصحة عن الشعب، وثانيا المستقبل عن التلاميذ والطلاب، وثالثا البيانات السوشيال، لأن القدامين كل يكون عندهم حقهم يكونوا مرتاحين عشان يشتغلوا. الحكومة والقدامين يكون يجلسوا ويناقشوا شن للحياة عن الشعب. وبالنسبة للمستقبل عن الطلبة والتلاميذ، الأبهات والمدرسين يعني عملوا جهد كثير وخدموا كثير، لأن الجراف شال منه وقت كثير وخدموا زيادة، وجينا في وقت عن الامتحانات مطالبة عن القدامين مطالبة سيئة، لكن
ندور من الحكومة وندور من الخدامين يناقشوا ويلقوا حلول، ونطلب من الرئيس الدولة رأس الدولة يعني كله عمل أدان الشرف وأدى الشرف للمنظمات النغابية. الكلام ده دائما يكونتنيه في إعلان هنقنا وش نلقوا حلول هل المشاكل كله. نظمت منظمة الإغاثة لتنمية النساء التشاديات نظمت ملتقى حول التنمية الزراعية للمرأة التشادية تحت عنوان استغلالية المرأة التشادية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الزراعة بحضور وزيرة المرأة التضامن الوطني عرجون جلال. إشراق عبد الله. إن الزراعة هي القطاع الأمثل للمرأة التشادية سما أنها تصهر قوة عملها وكذا مساهمتها في الإنتاج الزراعي على مستوى الأسرة خاصة والاقتصاد على وجه العموم. وعليه فأن ملتقى التنمية الزراعية للمرأة التشادية يهدف إلى إبراز دور المرأة في مجال الزراعة والدفع بها نحو التنمية في البلاد. وعلى هذا المنوال رحبت رئيسة اللجنة المنظمة عائشة محمد فضل بالحضور، من ثم قالت بأن هذا الملتقى يعد مهما للمرأة حتى تستطيع من خلالها التطرق إلى عدة مواضيع تخص الزراعة وكذا إكسابها مهارات علمية في إدارة المشروعات الصغيرة وتفعيل دورها في العمل الزراعي والتنمية الريفية من خلال تقليل الفقر والاكتفاء الذاتي. ممثلة سيدة البلاد لونا مدام جوندا الكيب قالت بأن كل هذه المبادرات تساهم في ترقية المرأة الجادية سيما استقلاليتها وذلك عبر الأنشطة الزراعية، وهذا حتما يقلل الفقر ويحسن الوضع الاجتماعي، معبرة بأن رئيس الجمهورية اهتم بالمرأة الجادية وساهم في ترقيتها وذلك عن طريق الأمر الذي وقع عليه في 18 مايو، مضيفة بأن الملتقى يعطي المرأة دفعة قوية في الجانب الاقتصادي والتنمية، كما يعمل على تحديث القطاع الزراعي بغية تحقيق الأهداف التنمية المستدامة. انطلقت صباح اليوم أعمال مشروع باب الأمل الذي يهدف إلى تحسين أوضاع الشباب الاقتصادية الاجتماعية بحضور أمين الدولة في الاقتصاد التخطيط التنموي والمستشار الأول لسفارة الفرنسية لدى البلاد محمد صالح الحسين. انطلقت رسميا أعمال مشروع باب الأمل بحضور أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي والمستشار الأول للسفارة الفرنسية لدى البلاد، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين أوضاع الشباب الاجتماعية والاقتصادية ورفع شأن الشرائح الضعيفة في المجتمع. افتتح المناسبة رئيس قسم التعاون لدى المندوبية للاتحاد الأوروبي في تشاد، والذي قال إن إشكاليات البطالة لدى الشباب هي الأساس في هذا المشروع الذي يعمل على تدريب الشباب وتوظيفهم في الأعمال المهنية. أما المستشار الأول للسفير الفرنسي لدى البلاد مارك ديديو وصف مشروع باب الأمل بأنه فرصة للشباب العاطلين ويعمل على الحد من البطالة المتفشية في أوساط الشباب والسعي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي حسين طاهر سجومي شكر حضور الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع، وأضاف بأن هذا المشروع يساعد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب الذين سيحظون بالتدريب المهني، علما بأن مشروع باب الأمل تبلغ تكلفته أكثر من 6 مليار ويشمل عددا من المدن منها بنغور ومندو وسار وأبشة. افتتح حاكم إقليم إنيدي شرق الورشة الإقليمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد التخطيط التنموي حول تقديم التوعية للشباب حول مشاركة ومساعدة الحكومة في تنفيذ مشاريع التنموية ضمن الخطة الوطنية للتنمية. حسن جدا. تدخل هذه الورشة الإقليمية المنظمة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي ضمن الورش الإقليمية الخاصة برؤية تشاد 2030، تشاد التي نريد، وكذا الخطة الوطنية للتنمية من العام 2017 إلى العام 2021، وأن الهدف الأساسي من هذه الورشة التي يكتسب من خلالها مختلف شرائح مدينة أم جرس حاضرة إقليم إنيدي الشرق من ممثلي الجمعيات النسائية والشبابية بالمنطقة إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين خبرات علمية تتعلق بمجال الخطة الوطنية للتنمية وكذا رؤية تشاد التي نريد. هذا وقد شهدت الورشة خطابان، الأول لرئيس البعثة ميدي كوكويي والآخر فتح فيه حاكم إقليم إنيدي الشرق تيجن إدبي بيردي أنشطة الورشة، حيث حث فيه المشاركين على العمل طيلة أيام الورشة، كما أشار إلى أن رؤية تشاد 2030 تشاد التي نريد لا تتحقق إلا بمساعدة الجميع، وهذا ما ترمي إليه هذه الورشة.
شهد المركز الثقافي بمدينة متيمان لقاء الذي جمع حاكم إقليم سلامات إسحاق مالو جاموس مع السلطات التقليدية بهدف التعرف على الصعوبات والمشاكل التي يعانون منها. عايشة دوكي. يتطلب الاستمرار في كل عمل إداري، تكاتف كل المسؤولين من الجهات المختلفة، وأن مسألة تعاقب الأفراد في تقلد المناصب الإدارية من شخص لآخر أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنها. فهذا هو اللقاء التنويري الثاني لحاكم إقليم سلامات إسحاق مالو جاموس مع السلطات التقليدية ورجال الدين، وذلك بعد تسلمه مهامه رسميا، وأن هذا اللقاء جاء بهدف التعرف إليهم وعما يعانيه الإقليم من مشاكل وصعوبات، واختارهم بأسس الجمهورية الرابعة وما يلزمهم من مهام في ظل ميلادها. وأثناء ذلك حث الحاكم القيادات والشيوخ التقليديين بلعب دورهم الفعال في تثقيف وتوعية سكان الإقليم، وأن رئيس الجمهورية وضع فيهم الثقة في تسيير أمور الدولة، كما طلب منهم الوقوف معه لإكمال مهمته والعمل بكل جدية لتطوير الإقليم والرقي بها. وفي ختام المناسبة تبادل الحاكم أطراف الحديث مع السلطات التقليدية موضحين له المسائل الأمنية والاجتماعية والصحية. وبالعودة إلى العاصمة أنجمينا، ما زالت تتواصل اجتماعات هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالعاصمة أنجمينا من قبل اللجنة التنفيذية في محاولة لإيجاد طرق جديدة لمكافحة الجراد بمنطقة الساحل. عز الدين الأمين. التقييم الإجمالي لأعمال برنامج التنمية المستدامة لحوض بحيرة تشاد ودراسة المشروعات التي تحققت في الفترة الماضية هو المغزى من هذه الورشة التي أقامها برنامج التنمية المستدامة لحوض بحيرة تشاد، والتي تضم مشاركين من عدة قطاعات. في مستهل أعمال الورشة قال منسق البرنامج إن هذه الورشة التي تستمر 3 أيام تتضمن موضوعات عدة وتأخذ عددا من المداخلات المتعلقة بالاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بهذا التقييم، وتشكل هذه الدراسة مبادرة هي الأولى من نوعها إلى دمج التحديات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وفق سياسة الدولة. أما مدير إدارة الموارد المائية بوزارة البيئة عند افتتاحه لأعمال الورشة قال إن هذا التقييم من شأنه إمداد الوزارة المكلفة بالبيئة بتوجيه السياسات العمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة عبر القيام بتحليل شامل يعزز من استراتيجيتها المستقبلية وأهداف التنمية المستدامة ضمن السياسات العمومية. واستطرد بأن هذه الاستراتيجية تجعل البيئة والتنمية المستدامة ضمن طليعة جهود الوزارة بهذا الشأن. وفي الصحة أيضا، تواصل منظمة الوقاية من العامة في تشاد بالتعاون مع الصليب الأحمر التشادي افتتاح ورشة تدريبية لصالح العاملين في قطاع الصحة حول مكافحة أمراض العيون. محمد طاهر الحر. في إطار مكافحة مرض التراكوما أو رمد العيون وبتوجيه من منظمة الصحة العالمية، أنشأ الصليب الأحمر التشادي بالتعاون مع منظمة مكافحة العمى مشروعا سينطلق قريبا بنحو 20 إقليما بالبلاد. وتحضيرا لانطلاق هذا المشروع الذي سمي تنظيف العين وتغيير البيئة، جاءت هذه الورشة التي جمعت 45 مشاركا قدموا من 8 أقاليم، هي وديفيرة، سيلة، السلامات، شاربا قرمي، اندي غرب، بركو، كانم، والبطحة. في مستهل أعمال الورشة قال الرئيس الإقليمي للصليب الأحمر بالبطحة السلك عبد الكريم إن استئصال مرض التراكوما أو رمد العيون من البلاد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية وضعت من أجله استراتيجية متكاملة، وتتمثل هذه الاستراتيجية في الخطوات التالية: جراحة مضاعفات الرمد، علاج الالتهاب الناتج عن المرض بالمضادات الحيوية، غسل الوجه وهو الذي يمكننا من الوقاية ومنع انتقال المرض داخل الأسرة الواحدة، تحسين البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد بما في ذلك تحسين المستوى المعيشي بتواجد الماء في المنطقة والاهتمام بالنظافة. أما ممثل مندوبية الصحة العامة بالبطحة موسى تيكاما قال في خطابه إن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في التنمية وضعت إطارا زمنيا إلى نهاية 2019 لتحقيق إنجاز في السعي للتخلص من التراكوما بالبلاد، داعيا المشاركين إلى ضرورة المتابعة باهتمام مجريات الورشة للخروج بما يفيدهم في أعمالهم المستقبلية. ونشير إلى أن الورشة ستستمر لمدة 3 أيام.
انطلقت مساء أمس بسينما نورماندي فعاليات المهرجان الثقافي للأفلام القصيرة لترقية السينما في تشاد بحضور وزيرة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية مادلين ألينغي. ديكا محمد. فكرة ولدت قبل 4 سنوات من قبل عاشقة الثقافة التشادية وخاصة السينما عشا سيلو، حيث بذلت قصارى جهدها لتنظيم هذا المهرجان المسمى بفيتكوم والذي يعتبر الأول من نوعه في تشاد، حيث جاء عدد من المخرجين ومعدي السيناريو والممثلين المشهورين من مختلف البلدان الإفريقية. في بداية المناسبة أطلق رسميا السفير السويسري لدى البلاد أنشطة المهرجان، مشيرا إلى أهمية هذا المهرجان الذي يسهم في ترقية الشباب في مجال السينما. ومن ثم جاءت عدة مداخلات مهمة تنصب جلها في تنمية الثقافة التشادية عبر السينما وكذلك السياحة. إضافة إلى ذلك فقد أعربت المدير المنفذ للمهرجان فيتكوم أشا سيلو عن دواعي تنظيم هذا الحدث الثقافي. عندنا فولونتي، كما عندنا فولونتي الفستيفال المهرجان ده ما نسوه، وكما شغل ده عنده فوق ما مهم وما عنده امبورتانس الناس دول الكبارات دول هسه جو دول ما بوجوا في بلدنا. هذا وانتهت المناسبة بعرض بعض الأفلام التشادية القصيرة. انتقل إلى رحمة الله يوم أمس زميل الإعلامي عثمان بوغودي الفني بالتلفزيون الوطني، وذلك بعد مرض وبعد صراع طويل مع المرض. الزميل بحر الدين عبد الشافي عدل لنا هذا التقرير. عثمان وادي بوغودي هو من مواليد عام 1992 بمدينة نجور، ودرس مراحله الابتدائية والإعدادية بها، وشارك في المسابقات الداخلية لعمال وزارة الإعلام ونجح في هذه المسابقة عام 1991، وقد تم نقله إلى التلفزيون الوطني كمهندس صوت، وقد شارك في عدة دورات في تقوية الكفاءات في خارج البلاد منها القناة الكاميرونية. وكان الفقيد إنسانا شجاعا يحب عمله مما جعله مهندسا فنيا بارعا، وأصبح الفقيد مسؤول قسم غرفة التحكم في التلفزيون الوطني، وهذا المنصب كان يشغله عدة سنوات حتى أنحقه المرض الذي أودى بحياته. بوغودي راجل كويس، بوغودي راجل تمام، بوغودي ده ما نعرف نادم البرام بلاسيبو، ما بوغودي بلين خدم، بوغودي من فجر يا رايا قده هو يخدم بس ما بقايا. عثمان وادي بوغودي ترك مساحة واسعة بين زملائه وأصدقائه، وأن الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون ما زال في حاجة ماسة لخبرته، ولكن شاء القدر أن يفارق هذه المهنة أمام زملائه الإعلاميين. أخونا عثمان بوغودي لأنه كان من أكبر الفنيين في التلفزيون، هو مش بس مهندس صوت لكن بس مهندس متكامل، يعني كل المجالات الفنية في التلفزيون هو دخل فيها. حتى بعض الصحفيين بعض الفنيين اللي كان عنده مشكلة بوجيهم عبر التليفون، مشي التليفون قول عصر النقطة الفلانية عصر كذا عصر كذا فبوجيهم. فأخونا بوغودي وصل في التلفزيون عزو في 89 يعني انتجري سوا جينا انتجراسيون سوا سنة 91 انتجري معنا سوا، وفي الفترة الأخيرة ملت وما خدم معنا فترة معينة وأصل هذه وفاته المالية، فربنا يغفر له ويرحمه الجنة إن شاء الله. وبهذا الجلل الأليم تتقدم الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون بتآزيهم الحارة لأسرة الفقيد وأصدقائه وزملائه في العمل. رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما وصلنا للتو بعض من المراسيم الرئاسية، مرسوم رقم رئاسة الجمهورية الوزارة منتدبة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب، مرسوم رقم 1389 باقتراح من الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب. المادة الأولى تم تعيين اللواء إدريس ميس مورو رقم
الأعظم مديرا عاما للدرك الوطني خلفا للعقيد أنجر جومتي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية، الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير المالية والميزانية مكلفان كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم. يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 21 يونيو 2018، التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان مرسوم رقم 1390 باقتراح من وزير العدل المكلفة بحقوق الإنسان بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءهم في مناصب المسؤولية التالية بالنيابة العامة للمحكمة العليا: المدعي العام محمد عبد الرحمن، المحامي العام الأول السيدة فاطمة زينب كورلو، المحامي العام الثاني يحيى حسين مالك، المحامي العام الثالث راتو أندو. المادة الثانية، يلغي هذا المرسوم جميع الأحكام السابقة المخالفة له ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 21 يونيو 2018، التوقيع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان مرسوم رقم 1391 باقتراح من وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءهم مفوضين قانونيين بالمحكمة العليا: السيد نجيب يوسف عبد الهادي، السيدة دوغار مارت، السيد دوغو جانغارن باسيام، السيد محمد حسين. المادة الثانية، يلغي هذا المرسوم جميع الأحكام السابقة المخالفة له ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية أنجمينا 21 يونيو 2018، التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. مرسوم رقم 1392 تعيين منصب مسؤولية بالوكالة الوطنية لأمن الحاسوب والتصديق الإلكتروني نظرا لضرورة العمل. المادة الأولى، تم تعيين السيد محمد أوراي نيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية لأمن الحاسوب والتصديق الإلكتروني خلفا للدكتور أكتاف ريرنجار الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 21 يونيو 2018، التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة مرسوم رقم 1393 تعيين شخصيات في منصب مسؤولية بمكتب الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية باقتراح من الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالعلاقات مع الجمعية الوطنية. المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءهم في مناصب المسؤولية التالية بمكتب الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالعلاقات مع الجمعية الوطنية: إدارة مكتب الوزيرة المدير السيد علي مردو جابر خلفا للسيد موسى أفونو. المستشارون السيد مريم أحمد جميل تحتفظ بمنصبها، السيد جوتين جونان أنجرباي يحتفظ بمنصبه، السيد عبد الله سليمان بشير منصب شاغر. المادة الثانية، على كل من الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة له ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 21 يونيو 2018، التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. أعزائي المشاهدين، بهذه المراسيم ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار، في أمان الله.